بدي اعرفكم على ضيعه منسيه، بدي اعرفكم على ضيعه فيها تاريخ، على ضيعه فيها تراث، على ضيعه فيها قصه. تعالوا معي تعرفكم على حصبيه. هاي اللبنه من هون؟ هاي اللبنه بلديه. حصبيه كمان مشهوره باللبنه؟ معلوم، عندنا ثلاث اربع مزارع مثل الليره. اوه، لبنه مازي؟ لا، بقر. بقر وجامده هيك؟ ايه معلوم. جديد علينا، ما في منها ببيروت. سحب، لا بيروت، ولك كثير له تجاري ببيروت. خبرنا هلا. كثير له تجاري ببيروت، بيروت شو في ببيروت؟ بلش مشروعنا الساعة 5 على بكره، وعينا 4:30، ساعتين طريق توصلنا على حصبيه. ببلشوا عجن الساعة 3 على بكره وبيخلصوا الساعة 7. لبنة من الضيعة، خبز صاج، وأكيد بالآخر كاتشة فليفة حلوة. مشروع؟ يلا ببلش معنا نهار. هو المخطط نتروق 3 مرات. إيه يلا. ما عم بقدر أوقف. خليه يعمل بيت. قرشة الخبز قد إيه؟ رقيق. لبنة من حصبيه، زيت زيتون من حصبيه. لك زيتون، زيتون. مش معقول. جينا دغري من بيروت نحن. أهلا وسهلا. وقالوا لنا نبلش عندك. أهلا وسهلا. جينا ركضك، ما كنت طلع بعد الدولة، الساعة 7 بتوقف. نعمل موقعة على الطريق. عم نشوف لوفيت الصاج المعمولين. خبرنا شوي، أي سنة بلشت؟ ليش هالقد في كمية؟ هيدا رغيف خبز، هيدا رغيف بيتي، العالم ضيق خلقها من السوق وهي تاخذ بضاعة متلوفة، بضاعة ما بتسوى، بضاعة طيبة، بضاعة مش طيبة. هو بالنهاية كلها نعمة. هلا المهم انه الواحد اذا اكل ما يروح على المستشفى. اكيد اذا اكل يروح على البلاج، يروح على الشاليه، يروح ينبسط، يروح يعيش، ما يروح مريض. اكيد. ونحن هون عندنا رغيفنا البصله، الرغيف الصحه، فيش رغيف المرض. وكل زبون بيعرفنا بيجي لعنا. وكل يوم على بكره بتعمل كل يوم الساعه 3:30 بعد نص ليل نحن نبلش بالعمل، ننتهي من العمل الساعه 7:30 الصبح. ببلش نضب خبزنا الساعه 10، الساعه 2 بعد الظهر ما عادش عندنا خبز، اللي بيجي بعد الظهر بيأجل الحق. في ناس تجي من بيروت؟ ايه معلوم، بيجي ناس من برا، بيجي ناس من غزير، بيجي ناس من جوني، بيجي ناس من دلفلو، من سيدني. هلا لك الكيس اللي برا بعته على سيدني، على السنديرا، على استراليا. ونحن هون ببيروت مش عارفين بهالكنز العام. ما هو بعدكم انتم مخبيين، بعد ما انشرحتوا على الطبيعه كلها. بس تطلعوا على الطبيعه كلها بتصيروا تعرفوا شو. لكن لازم ياخذ خبز معي. تاخذ معك، هسه انتم في الليل بترجعوا بتمرقوا من هون بتاخذوا بنفس الخبز اللي خبزناه اليوم. اهلا وسهلا فيكم. شو هاي؟ أول مرة بشوف بلفوفة قد كبيرة. بدك أكبر منها بعطيك. في أكبر منها بقى؟ معلوم بلدي لك. إيش؟ هولي شو من أرضك؟ إيه. من هون من حصبية؟ إيه. لك قديش قاسية وبتلمع وهيك شكلها بتقرش قرش. هي خرش، هي خرش زيتون وشو اسمه؟ إيه؟ زيتون لبنة من حصبية. إيه. صور أنت اللي بالبيكاب شو بدك بها؟ هلا بالبيكاب. لك هاي لك. بدها 3 تا يحملوه. ولو ما بقى في رجال بالدنيا. شغله هذا بلدي، مش ملفوف جلده سميك، هذا جلده رقيق. غير الملفوف بتزرعوا شيء هون بحصبيه؟ بزرعوا عادي من عندي. يعني ملفوف بس بحصبيه بيزرعوا؟ بيزرعوا شيء ثاني؟ كل شيء. بس الملفوف بيجي هالقد كبير؟ في صغير حسب ما بندورية قديش بتصير؟ حسب ما تعامله. حسب ما تعامله. انا مثلنا حاطط 270 71 شو بسوي العربي. من 73 اول الاحداث ببيروت. جيت على حصبية وفتحت المطعم. ايه. ترويقة أي ساعة بتبلش عندك؟ نعم. ترويقة أي ساعة بتبلش عندك؟ ترويقة ببلش من عندي من الساعة 5 الصبح، ضل أعطي فول للساعة 12:30. الضيعة كلها بتتجمع هون بدها تاكل أكل لبناني. ايه أكيد، مش كل الضيعة، لا، ايش شباب بصير عندنا واجب هون بالسعودية كمان، بتجي الغربية كمان بنشتغل منيح، وكان عندنا تكانت الجيش هون كمان كانت كثير قوية. ايه خفت، صرنا ورا الجيش من هون. يلا رح ناكل فول من دياتكم. يا ميت اهلا وسهلا، يا ميت اهلا وسهلا، شرفتم. و 40 سنة ببيروت. اشتغلت ببيروت كمان؟ معلوم.
بداره عند حيله لأنه هيدا صاحبه شاب من زحلين اسمه طانيوس أبو زايد وشريكه كان من جورة البلوط اسمه عزار عطالله. هودي لحد بالأربعين سنة ما مرق علي خواجات مثله. عملهم دعاية على التلفزيون. طيب ما عفل لك ما مرق علي خواجات مثله. اللي دق لي هالفولات. دق لي هالفولات إسا تفضل واعطينا رأيك بالفول المصري. فول مصري من حصبية. البضاعة تبعه مصري بس بشغل لبناني. شو ترايك؟ وزيت الزيتون بالآخر محامد اللي فيهم. ايه معلوم زيت الزيتون و طيبين مع بندورة وهنا نعنع أخضر وفجلي كثير بصير نعنع أخضر يفتح القبلية فجلي يلا دور حمص كمان ايه دور ليش لا هذا حمص بطحيني هذا حمص بسموه بليلة وبعض الأحيان بسموه مسبح شغلي طيب كتير تفضل حط ايدك معي صحتين نعنع عندكم شكله غير صغير هودي مش صغار هو عندي بالحوض بلدي بالبيت. من البيت بالبيت والنعنع بايامات السقعة ما بيشد كتير حلوين شكلهم حلو كتير اي معلوم طعمتهم غنية غنية كتير طعمتهم كل الناس بتعرف الزعتر كل الناس بتعرف الجبنة هيدا لقالي اول مرة كانت وبعتقد لكتير عالم البطاطا بقلب منقوشة والخضرة بتحط خضرة قبل منقوشة كمان هلا البطاطا نحن عنا الاغلب الناس اللي بتجي من برات المنطقة بتفاجئوا فيها انه هيدي البطاطا مش اكلين بدها تحضير يعني ايه اكيد مع انه بدها ساعة شلس طيب الخضرة شو؟ هيدي سليقة برية يعني سبانخة بلدية مش سبانخ السوق سبانخة بلدية طيب. انا بردت بزيت زيتون كمان هيدا بيعطي للمنقوشة اطيب يعني زيت نباتي سوري مش ماي او طحين هيدي بتعمل المنقوشة بتقليها بتسوي العجينة كمان من برا والصاج تبعك مبلطة ايه جالس منشان ما بيحرق هيدا سميك هذيك الصاج الثقيلة بتحرق المنقوشة هاي بتسوي العجين منشان ما تضل العجين ناجي اشياء جديدة اليوم عم اتعلم اشياء جديدة هيدي بلدية وطبيعية 100% يعني هاي السبانخة مش من السوق يعني طيب خبرينا عن العجينة كل شيء لهلا عندكم سبيسيال والعجينة هالعجينة اختصاص البابا ما خصني فيها قمحة كاملة او نفس عجينة الخبز قمحة كاملة بلدية ما فيها الا نبتة ملح وخميرة نفس عجينة الخبز هيدي كمان بلدية هذا ما قلتوش اكلات حلو شكله هول شو دخلك هيدا بطاطا مدروشه على المكنه بنطبخها بزيت زيتون وبصل بنخليها لحتى تستوي تقريبا 3 ارباع الاستوى وبنرجع بنعملها بالمنقوشه مشان ما تقعد تاخذ كثير على النار مشان ما تضل نايه حلو هيدي هلا بتنباع بزيت في ناس ما بتحب الخوارمة بزيت بتنباع بخوارمة بس الاغلب بياكلوا خوارمة لانه اطيب بتعطي نكهه غير واللبنة شو بتحطي معها؟ لبنة بصل ونعناع ونعناع يابس وبهارات زيت زيتون مش حيالله فرن هيدا الفرن يعني الفرن اللي عنده اشياء ما في منها غير محل نحن عم نشتغل لقلنا يعني كأنه شغل بيت مش مهر يعني مصدر شو بياكلوا الولاد من طعم الناس؟ أبدا ناكل طبل الزبون هيدا اللبنة اللي عم ندوق اللبنة اللي عم ندوق لبنة بقر لبنة بقر بلدية من مزارع شرف حصبالي وهيك قاسية مثل كأنها لبنة معزة لبنة أطيب من لبنة المعزة بعدين قلت لأن هيدي لبنة مبسترة كتير طيبة فاهم ايه هيدي ما فيها غش ما فيها سانيمولا ما بسموها ما فيها شيء سانيمولا ما بعرف شو بقول هيدي بلدية بالكيس مقطوعة وما موجودة على هل بنشتغل منها نحن دائما بالأرياف بالقرويات البضاعة بتكون أنضف من غير محل
شو رح نبلش؟ هيدا كشك مع فليف الحلوة. كشك مع فليف الحلوة. عن جد طعم جديدة. هيدي اللبنة. العجينة دي طرية ولبنة. هيدي حتى لو بتخليها اسبوع عادة بس تاخد منقوشة تركها بعد شوي بتقسى كثير. هيدي تركها لو ما غطيتها بتضلها طرية. مش ممكن تتغير. سبانخ. سبانخ. سخنة؟ منيحة. لا مقبولة هيك بتاكل منها للأخير. اسطوره هيدي صحه ومتعاك جمعناهن وبلشت ترويقه وكنا ناطرين اهم شيء البطاطا تتسقع شوي بعتقد صار وقتها شو غريب الطعمه شو جديده تخيلوا بطاطا بقلب منقوشه طريه حلوين قرشتها تنكز صغيره من الدنت جوا والعجينه كثير مهمه مكنة ملح دهن تبع القوارمو خلونا يتروق لأنه شغلة غير شكل يا هلا فيكم أهلا وسهلا فيكم حصبية نحن مشهورين بالمتك يخت المتك يعني إذا رحت لعند حدا مضيفك متك كأنه ما عمل لك شيء من وجباتك مثل القهوة عنا ببيروت هون المتك صحيح يقال انه المتة هي برازيلية او ارجنتينية يقال انه حدا جابها من اللي سافروا وجابوها وضيافة طيبة طيب كيف بيعملوا متة؟ اول شيء هيدي شو؟ هاي القرعة هاي القرعة هاي القرعة هاي بيزرعوه يعني قرع وبيبسوه بيجوا بينقروه بينطفوه اوكي بعد ما ينقر بعد فترة بينقع بتنقع بالمتة او بيحرقوها بجمر ومش ينصف فيها الجربة الجربة اللي هي يربا متة بالولا بالارجنتينة من عبدية في ناس بتحب تحط لها هيل هذا المتة بتنجيب من برا او في من بالسوق بالسوق في منها انواع كثير مثل القهوة في كثير انواع هي شو بتلاحظها شو ناعمة ولا تعمل متة بدك القرعة وبدك البومبيجا كمان بومبيجا طيب اوكي في ناس بتحب تحط لها هيل لتعطيها نكهة كل هول جوا اي بدك تعبيها على الاخر ثلاث ارباع اوكي توفي معنا بعد اوكي بنحط لها المي المي لازم تكون فاتره شوي اول ما تنقعها احلى ما تصير مش سخنه كثير مش سخنه كثير لا في ناس بتحبها سخنه كثير في ناس ما بتحبها اوكي بنقعها شوي وبتتريح او دغري بنبلش دغري بنبلش حد بالصينيه شفت قشره حامضه قشره حامضه اوكي كرمال هلا بلاش يلا خليها اوكي هلا بنحب نكه البومبيجا بالحامض كنكهه اها اوكي في ناس بتحط معها سكر بس هي اصولها بلا سكر اوكي رح شبع انا اول وحده على طول لازم نشبع اول واحد عم بصير شبع اول وحده يعني بتكون كثير ثقيله ما قلت شيء وهي دار يعني طول مين ما قاعد لازم يشرب بقول الدار على اليمين اصولها هيك ما بعرف اوكي اوكي لعبة الورق يلا كل شيء له اصول نكب عليها ماء سخنة نكب عليها ماء سخنة بننظفها 100% اوكي بنحط عليها حامض قشرة حامض في ناس بتحبها مع سكر بس قطفي بلا سكر اوكي قصها بعد الورق وبنت فينا نضلنا نزيد عليها ماء يعني كل واحد فيه يشرب وبنزيد له كل واحد مثل ما تخلص ما في متة هالقد كبيرة العائلة اه في كمان القرعة الكبيرة جنطية كبيرة كثير فاتر عشان تحرق لسان كثير صحية المتة على فكرة صحية ما اختلفنا بس مرة كثير مرة كثير لا يمكن إذا واحد يتعود عشان هيك بنحط القرعة تاكل تمر تاكل تين معها بتحس بغير ما تعملها حلوة الفكرة تحتها بحسبيها
عندهم متة مشهورين بالمتة. مرة مختار كيف صحتك؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. كيف صحتكم؟ يلا يلا تنعرف لبنان على هالضيعة العظيمة. يعني أنا امبارح بس حكيني خي علي حقيقة انبسطت كثير، وبشكر ام تي في وبشكركم فرق يعني هالبرنامج الحلو يلي بتعرفوا كل مواطن لبناني على بلده يعني. أكيد. إيه، فنحن بنقولكم أهلا وسهلا بحصبية بلد كل اللبنانيين، وحصبية محبي، حصبية بلد البيابة، بلد الست كنايس، بلد الجامع اللي جامع حبت كل أهلها. نحن هون عنا طيف وحدة، مش هالمعرفة طويلة، طيف وحدة حصبية، فأهلا وسهلا فيكم، وأكيد كل واحد بزور حصبية بصير مننا وفينا. حسيناها من أول مرة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم بحصبية، ببلدة المحبة، بلدة العيش الواحد، بلد البياضة، بلد الست كنايس، بلد الجامع، بلد جميع الطوائف اللبنانية موجودة بحصبية. حصبية بتبعد عن بيروت 120 كيلومتر. إلى طريقين، عن طريق صيدا النبطية مرجعيون حصبية، طريق ظهر البيضة الشطورة المصنع حصبية. حصبية 12 ألف نسمة من جميع الطوائف اللبنانية، فيها بالاغتراب تقريبا شيء أكثر من نصف حصبية موجودين بالبرازيل، بفنزويلا، بأمريكا، بدول العربية. عندنا أكثر من نصف حصبية مغتربين. كمان حصبية قضاء فيها مركز قائم مقام، فيها 4 مدارس رسمية، فيها 10 مدارس خاصة. حصبية بتعيش 70% من أهلها على إنتاج الزراعة الزيتون. عندنا نهر الحصبيني بأكثر من 500 دلم تحت المي، ينزرعوا تفاح ودراق وملفوف وخس وبقدونس من جميع أصناف الخضار والفواكه بحصبية. حصبية في عنا نحن السرايا الشهبية، معلم سياحي مسؤول عنه وزارة السياحة. عنا عدة منتزهات درجة أولى، يعني مثل ما أقول 5 نجوم في نهر الحصبيني. إيه، نحن هلق وصلنا على معبد البياضة. معبد البياضة هو معهد تعليم ديني لجميع أبناء الطائفة الموحدين الدروز. ففي عنا هوني خلوات لكل بلد بيشوف أو بالمتن أو بيقضى عليه، في عنده خلوة له بيجوا بيقعدوا فيها. حتى في عيال من حصبية معمرين خلوات بيكون بتصرف المعبد البياضة، هل بيجي بيناموا فيهم بيحافظوا عليهم بيتعلموا الدين. معبد البياضة صار له أكثر من 450 سنة، وهذا مرجعيته مشايخ البياضة عنا بحصبية. كل أبناء الطائفة الدرزية بجميع أنحاء العالم بيحبوا يتعلموا الدين بيجوا بيتعلموا إذا بس لتعليم الدين. هذا مرجع ديني، إيه ما فيش عنا. بيجوا بزوروا السياسيين أهلا وسهلا فيهم، بس الكلام اللي بيكون بالمعبد البياضة هو كلام محبي، كلام دين هيك. فالرئيس جميل من كام يوم كان عنا، سيادة البطرك إجا كمان عملنا زيارة لهون. في جميع الطوائف بيجوا بزوروا هون وبيجوا، فأهلا وسهلا فيكم كمان. حصبية بلد كتير قديمة، حصبية فيها بلد كل الطوائف موجودين فيها، فيها 6 كنائس موجودين بحصبية، بيقولوا إنه في كمان كنيستين بالسرايا الشهبية كمان موجودين كانوا يصلي فيهم أيام الصليبيين. حصبية فيها كمان خلوات البياضة الشريفة لجماعتنا الدروز اللي هي أكبر مرجع ديني للطائفة الدرزية في العالم. حصبية عايشة طول عمرها، عايشة تعايش كتير سليم، كتير محب مع بعضهم. هيدي كنيسة كاتدرائية القديس جوارجس للروم أرثوذكس. الأرثوذكس بيهم 3 كنائس بحصبية، كنيسة المارجيجوس اللي هي هيدي اللي هي بتملك 3 ذبائح كمان لثلاث أنبياء، وفي عنا كنيسة السيدة وكنيسة مارمولا، وفي عنا كنيسة للموارنة اسمها كنيسة مارجيريوس، وكنيسة السيدة
اللي هي للروم الكاثوليك، وفي كنيسة الإنجيلية البروتستانت اللي هي أقدم كنيسة إنجيلية بالشرق الأوسط هي تم البحث عليها. هيدا شايفين القطار، شايفين كيف هي قديش لما هي قديمة. هاي الكنيسة مدفون فيها بتسائبت جاي بطرك لزيارة حصبية وبيموت بحصبية، فبيندفن كمان بنص المذبح هيدا الكنيسة. وفي سيلفي كتير بحب أسلفها هيك، أيام الأتراك ما كانوا يخلوها يندق الجرس، فاجوا الشباب حصبية ركبوا جرس ودقوه، اجوا الأتراك لهون، اجوا مخبر قال لهم ايه انا شفت مارجيروس كان عم بخيف واحد الكنيسة، حط الجرس دقوا فل وهرب، ومن يومتها ضلوا يدقوا الجرس وقبلوا معهم الأتراك يدق جرس الحصبية. طك ساكن هون؟ ساكن هوني، خلقت هون وساكن هون. هي الكنيسة تبع الكونت أورا دو بوربون، كان قائد الصليبي بالقلعة، ابن عمه لملك فرنسا، اسمه الكونت أورا دو بوربون. ايه لما اجوا الصليبيين على بلادنا لقوا هالقلعة الرومانية مهبطة، بنوا على أنقاضها هالقلعة، اسا هي كله صليبي، فوق شهابي انهدم سنة 1860، لكن في ثلاث طوابق هون تحت الأرض بهالباحة هاو رومانيات، كنا ننزل عليهم لكن هبطت المداخل. تتذكر انت انا كنت معلوم انا 81 سنة ايه هبطت المداخل ما عادش قدرنا ننزلنا، ورغم انه فؤاد شهاب دخلها بالقطار لما عمل رئيس جمهورية، لسه هي داخلة مصنفة بالقطار، ولكن في كان شاعر بمرج عيون خيو لجورج جرداء اسمه فؤاد جرداء، جورج أمساني مات هو أكبر من فؤاد، كان صديقي جورج فؤاد شاعر ومهندس بالأساس بس شاعر، الديوان تبعه عندي بالبيت هلأ فرجيت عليه، بقول بإحدى قصائده عن لبنان وطن بلا طول بلا عرض بلا عمق فكيف نقيس. لبني من وين؟ لبني من عين عطا، لبني ماذا مربيات ورق عنب، كله شغل محلي يعني، مش كله شغل بيت. شغل بيت انت ومدامتك؟ انا ومدام، ما نشتغل شغل ثاني ابدا. واكل من الضيعة؟ من الضيعة، مو انت الضيعة مثل ما بقولوا. شو عندك؟ شو بيجي بيشتغل عندك؟ السما هو انا امبارح نزلت نقلي عصور، الحقيقة كانت عندي كميات، ما بنوزع شوي على المحلات، على النبطية، على عصور، على صيدا. اليوم طيب بس لبنة معزة مش لبنة بقر؟ لا لبنة معزة، لبنة بقر ما بتهديش هاي. هي بدها مواد وبدها ضرب سخنة. الحصبية مشهورة بالزيتون؟ ايه حصبية زيت وزيتون لا يعلو عليها. زيتونات كيف؟ زيتونات هون في زيتون أسود أكثر، هون في زيتون، والحمد لله أولاد حصبية عم يتمونوا لبيوتهم زيتون من هون. مش أي مكان تقديشه عنده خبرة بالزيت والزيتون. هذا الزيت هذا زعتر. زعتر بلدي؟ ايه كشك سماق في جميع الأشكال يعني. إن هذه هذا طاقة للصابون البلدي، صابون بلدي بعد اسم عملتي نعمل رأيتنا نحن. وهذا الزيت لك الزيت الزيتون اللي عندنا هون، هذا هيك اللبني حلو لونه الزيت بعده خضير. هذا أنا ببلش عندي شي حول عملت شي 800 متر زيتون بألف كم طن بيطلعوا، فرطناهم كله بعده أخضر بس يسود ويستوي كثير بعيش زيته طيب بموت الحدية وال حلو ريحة الصابون. مرحبا، أهلا وسهلا، كيفك أستاذة؟ مش الحال؟ أهلا وسهلا فيك. بتعملوا صابون بلدي بحصبية؟ شغلنا الأساسي من فترة 20 سنة 25 سنة. خبرنا عن الصابون. ورثينا إنه هالشي عن جدنا مش منه ومننا نحن نسوي. شو بدك اشرح لك بال... يلا كيف ببلش؟ إذا نحن كله على الحطب؟ كله على الحطب. صراحة هون بس نحن عمالين نار، لو تيجي قابلتنا شرحنا لك أكثر. في عنا هاي المطرة هاي تنكة زيت، زيت جوي، زيت جوي، زيت زيتون يلي بيكلوه مع اللبنة جرجير.
ما بيجي على الارض ما بنشيله من الثمره هذا الحب اللي هاي النوعية الزائدة بتتاكل اول ما توصلها بس بعد منه فتره بتمرمر ما بتتاكل فلسب هذا هاي التنكي بنحط نحن البرميل هون بنعبي يكون فاضي هذا البرميل هذا هون نحن اول شيء بنحط مي مطره مي بنحط 3 كيلو ونص قطرونة مدة قطرونة لسه بنولع كيس فريق لايك منفضي مطرة الزيت نتركهم تقريبا 3 ساعات بالمي وبهالطريقة هاي هني بعدهم مش مولع لأنهم منحرك بيحل الصابون مع مدة القطرونة ويجمدوا بس يجمدوا نتركهم شي ساعتين بعد ما نحلهم بنولع تحتهم النار تقريبا بدهم 5 ساعات ما بنضل نغلي بالنار ونشيل هالشغلة هاي حط ايدك عليها هيك بعده عم بلزق اوكي نتركه لي بتبقى المي الحمراء مية الزيت تصير مي حمراء تطلع عوج الصابون بس تطلع مي عوج الصابون صار معناتها الصابون مستوي جاهز تعالج مع المادة تبعه نتركه نطفي النار تحنه نتركه تقريبا 3 4 ساعة ليبردوا صار الصابون على الوجه والمي بالنصف التحتاني من البرميل تفصل المي عن الصابون بنشيل الصابون بنفضيها حط المشحاف هاي قطع هذا مقطع نعم جنبها وجنبها بعد عندي شغل قبرمة بهذا شكلها وطحن هاي الأرضية الصابون ما في طريقة ما يعبي هوا؟ نعم يعني إسا حالياً بهالأيام هاي لأنه في سقعة كثير بنشف بسرعة إسا بالصيف بيظل 3 أيام لينشف ما بيعبي هوا مثل اليوم هي لتطلع الطريقة إنه شغل بلدي أنت هتشتغل شغل بلدي أساسي مش مصنع هذا الشغل هاي لا فيك تزيد ولا فيك تنعم بهالشغل هاي عندي هاي شريط البولين هاي معيارة مسوب بدي 5 سنتي 8 سنتي ها معدل الأساسي ها أكثر من هاي كامل وأكثر مطلوب هاي بهالشكل هاي بحط هاي هاي بتهون علينا بما نقطعها عيدنا بالسكين واحد بيطلع بياخذ صابونه بفركها بشويه مي بثلاث ثواني خلصت هي بتاخذ معك شغل هي بتاخذ اكثر من هيك وقت تعبي بس بالنهايه شغل ها صابون كل شيء بلدي ما في احلى منه يعني بديل عن الشامبون كل اشياء انت بتفوت على جسمك لدي زيت زيتون وزيت زيتون بكل شيء ينفع فعنا هون نحن كمختصر لنا اذا هيدي تانك الصابون يطلع صابون بدل زيت زيتون مادة اسمها قطروني ما بعرف لشو بيستعملوها غير للصابون قطروني في منها بالسعودية في منها اسبانيا في منها فرنسا فلهي المادة هاي تقريبا 3 كيلو 3 كيلو ونص قطروني بتكلف تنكة الصابون اللي هي وزنها 16 كيلو زيت 15 كيلو زيت بيطلع عندي طريقة تخمير الصابون أول شغلة غلي الصابون صب الصابون وتقطيه خلص نهارنا بغدا بمطعم البحصاصة على نهر الحصباني يلي كتير معروف بحصبية لقمة طيبة فيكن تجوا مع العائلة وتنبسطوا كتير
خبرنا. أول شيء نحن مش مصنع. طبعا معروف الإنتاج البلدي غير المصانع. إنتاجنا قليل، نتنظف عليه، بيطلع بضاعة غير شكل. هيك ما في شكل نوصل أخباركم على بيروت. واصل من بيروت عم يجوا بقشوا بضاعتنا من السوق، من صيدا، من الشوف. يمكن أكيد الكلام مو حلو، بس لو سألت العالم بحسبية إنه بضاعتنا كل إنسان بقول لك ما مرة. نعتني كثير بنظافة العلم، بنظافة البقرة، بنظافة الحلابي. شايف هون ستات نظيفين، محل نظيف. طب لا يمكن حليب يتفور بطنجرة رجلية بسيف عن طريق الإيد مثل مصنع يمرق الحليب بخمسين ماسورة. مهما نعقم ومهما نظف يمكن بيقتل البكتيريا، بس ما بيقدر ينهي الوصف. نحن هون مثل ما شايف كل شيء نظيف. أكثر شغلة فاتت لنظري إنه اللبنة آسية ومنا معزة. نحن ببيروت معزة، بتكون كتير آسية لبنة بتكون معزة. عندكم هي بقر طيبة و... نحن أحياناً عم نخسر لأنه ما بنحتال على الشغل وعلى السمون. لبنة طرية مع الأسف تكون مثلاً في بعد فيه كذا ومية. طيب تكون أنا عم بيع محي، ما في الحياة فيها ضمير، بده يحكمك الضمير. أكيد. لما حكمك الضمير عم تشوف على التلفزيون بلاوي، يعني اللي بتشوفه ما بيتسمع. نحن هون تسأل محلات التجارية، تسأل أي إنسان بالشارع، أي لبني أي لبن، بقول لك بيت شرف. إسه بكون تتفضلوا وتذوقوا جبني من بعش من عملها إلنا، ولبني ولبن. أكيد. وأنتوا تعرف إنه بدك تشتري زيت، بدك تشتري دبس، أي مواد بتذوق وتتعرف شو اللي بدلك عن نظافة وعجود وعدم الغش طعمة الإنتاج. تفضلوا خلينا نضيف. هيدا جبنة تبع البيت. ايه هيدا تفضل. قسيمة الله إذا ما بتاكل تتشبع. مش معقول. لا طعمتها عظيمة. شو بدك علي؟ شو بدك ماشي مسك لها هيدا؟ جبنة بيضة مبينة قديش فيها حياة وجودة. ايه ما بقولوا مثل الزبدة بتدوب تحت السنين. ايه بدك تذوق وبكون تاكلوا لبن وتشوفوا طعمته وتاخذوا معكم كمان. مش هني رح يدوقوا لانه اذا طيبة مثل الجبنة هي الي بس. شفتوا لونه؟ شفتوا التكستشر؟ ما عم تعمل لبن، عم تعمل حلم. انت بكون ممنونك اذا بتقول. طبعا بتقول حرية ضميرك لانه انت ضمير المجتمع، ما بتعيروا لحدا. اذا عندنا اي شيء ملاحظه بتقولوها يمكن تلفت نظرنا فيها. اذا تركتني رح اخلصها. صحتين وعافيه. هي اول مره بنبقى بحلقه هالقد، صارت الساعه 7 وبعدنا بحصبية. قالوا لي انطر لانه في حدا بيعمل لبنه ولبن كثير طيبين. مش بس هيك، عندهم كعك ترجيتوا اللي يبيعونا منه، بس لا هول بس للبيت. دوقوني لبنه ماني ضايق منه بحياتي، دوقوني لبن ماني ضايق منه بحياتي، وبيعملوا بس للضيعه. رح اعمل جهدي توصلكم منه على بيروت شي نهار، بس اذا لا انتوا تعوا على حصبية مشوار بيحرز لانه طعمتها ما في منها اثنين. خلصت حلقتنا اليوم بحصبية بضيعه حببتنا بكثير اشياء. نرجع نلتقى بمشوار جديد احد جديد. مرحبا، نهار جديد ببلش اليوم. هاي تاني مرة بنجي على حصبية، هالضيعة الكتير حلوة على ساعتين من بيروت بجنوب لبنان حد شريط الحدودة. حصبية فيها اشياء كتير حلوة، بيناتهم خلوات البياضة واكيد القلعة الشهبية. واحد ما بيقدر يجي لهون ما يحس براحة داخلية، شو ما كانت ديانتكم، خلوات البياضة محل واحد لازم يزوره. ببلش نهارنا من هون ورح ننزل تنرجع نكتشف الضيعة ونتعرف على الشعب الطيب اللي عايش هون كل السنة. 7 بكرة بعضهم نايمين، ببلش نهار بكل رواق. حصبية مشوار ببلش هلا. كم معلم حط جوا؟ حطوا على العدد، على المقاس.
حسب عدد الاشخاص؟ لا على هي البومبيكا هذه. خمس معايير. خمس معايير. شو نصطه بس؟ اقل شوي اقل. خلص. اقل خلص. رجعنا حزبية. ميت أهلا وسهلا فيك بحزبية للمرة الثانية. شرفتنا وبتشرف على حزبية. ونحن اليوم بدنا نزورك سوق الخان وبدنا نزور القلعة وبدنا نزور أسواق حزبية. فأهلا وسهلا فيك. نشرب قهوة ويبلش نهار. عم شوفك عم تشتغلي وعم بتطلع أنه ألوان حلوين وعم بتخبرين إنه كل شيء بتعمليون هون بيحل أيامك وحل أيام لبناني رب دخل. هلأ شو عم نعمل؟ عم شطرون سمسم. هاي فليفلي. هاي فليفلي. هاي فليفلي وكشك مع بعض. فليفلي وكشك مع سمسم. مع سمسم. هاي دي مختصين مشهورين فيها. الزعتر من عندكم. الكشك أنت بتعملي. الزعتر نحن نعمله. شفتك عملت سفيحة هلأ. هسان احنا عندنا هون عملنا الفرحين. هم يجيبها من البساتين من النهر. نعملها على ايدنا كمان زي زيتون يعني عندنا هون كل شيء طبيعي هاي بيجي منجيبش من نهر من السوق يعني هون نحن عندنا ببلدنا ما كلها فرفحين برات بلد بقولها البقلي البقلي مظبوط شو اسمه عندكم؟ فرفحين فلفحين؟ فرفحين ايوه ورح ناكل فطيرة فرفحين الله هودي خلصين افتحوا بس مؤخر انتبهت هون بالضيعة يعني احنا الترويق عنا تبلش 6 على بكره عندكم تبلش على 8 ونص احنا ضيعه وما عندنا خط اما عندنا مؤسسات كبيره اما ما عندنا مؤسسات رسميه اي شيء على رواق هسه بحط لك الوحده مو صغار وهون كبار واكثر بينطلب اشياء صغيره عندكم هاي الاشياء صغيره بنطلب اكثر شيء عندنا احنا للاعراس للمناسبات للحفلات في عندنا هذا حب كبيره لزبون اذا بده ياكل بده يجي لما يقعد على البيت معه شو بدكم تدوقوني؟ رح ندوقك من كل شيء عظيم طيب العجينة طرية كتير واللحمة اللي بقلبها هيك منا ناشفة بدي ذوق فرفحين ليه اسمها هيك عندكم؟ مبقلي عنا فرفح القلب هسا نحن ماخذينها عن طراز جدودنا ماشيين على هالاساس انه فرفحيني ممكن تنعش بتفرفح عن جد بتفرفح عفوا لك وبرجع بعيد العجينه عندكم كثير طيبه على الصحه كثير منيح الفرفحين في حديدنا كثير مهمين بالاخر قلت لي هيدي اهم شيء عندكم كشك مع فليفله حمراء وسمسم شغله والله بحزبية أكلنا أشياء ما ملاقيها ببيروت وطيبة كتير لو أقرب شوي كنت جيت أكتر بس بعيدة مرة جاي كمان بعملكم بطاطا بقوارب كمان يلا رح ياخد هيدي كفيها عجينتهم طيبة كتير عن جد فاتيسري تريجولي قد صار لهون فيك؟ صار لها من سنة 95 21 سنة ومشهور قلت لي بشغله كثير اساسيه هي الكنافه الحصبانيه اي نعم الحصبانيه والكنافه اللي عم شوفها الترويقه الجبن المختص ميكه اكيد بدنا ندوق الجبن كمان اكيد الكعكه السردين الكعك نحن بنسويه هون كمان كله طازه اكيد وشغله اساسيه يعني كل يوم في صدرين اقل شيء 100 كعكه كل يوم بيروح يعني وشغله شغله اساسيه عندنا بالمصلحه ومرغوبه كثير شو اللي بيخلي كنافتك تكون هالقد طريه وبتمغط وسميكه؟ اكيد نوعيه بالنسبه للسماكه والتمغيط هذا اكيد بالنسبه لنوعيه الجبنه لها دور كبير اكيد وبالنسبه للنكهه اكيد السمنه هو العنصر الاساسي يلا تحمس الدوق هيدا كعكه قد غنيه وقديش معبايه فعلا فريده من نوعها خبزة كتير طرية ما بتعلق حتى لو في قطر من الحلاوة تبعها منها كتيرة
الجبنة اللي بتمغط، سميد كتير خفيف. بهنيك عن جد، ولا عنده اشياء طيبة بحزبية. بالنسبة للقطر، في ناس بتعمل القطر الفرنجي هو هذا اللي بيعمل الطعم القطر، مش لا تستعمل قطر طبيعي رح تحس بشي كتير طيبة. طبعا بيكل ساندويتش جبنة كتير معمول منيح، كنافة فريدة من نوعها، ما عنا من بيروت. ما بدك تفتح فرع عنا؟ لسه ماشي الحال. شوف بدعينك شو معلق. انا غنم بلدي جدية، غنم بلدي والله. ها بنطلب لحم مش يعني لحم مشوي. كيف لك؟ يلا عظيم، عنا 12 صوية عظيم روعة. شو معنا يكون؟ فتنان حاضر بيروت، نبت بيروت اشرفية. اهلا وسهلا عظيم، رح ندوق. شكرا. يلا لحمة على ذوقك. أول مرة أخذناها. أي شقفة من الغنمة أطيب شيء؟ أول مضبوط أحمر على بدر. أهلا وسهلا. كيف بدك؟ هلا اكتشفي لحم ولا عروسه؟ بدنا نشوي لحم. كم شهر؟ ثلاثة. كيلو بكفه؟ كيلو؟ كيلو من 63 بهيدا السوق؟ 63. كل ثلاثة بس؟ ثلاثة. وبقرية الجمعة؟ بدك تقول لها عمك. أي لين؟ كل فاتح مالها، ما عاد زي. والناس بتجي من كل المناطق، إذا عندك كرمال تاكل لحمة طازة؟ أيوه أفضل بتاع. شفعة من تنتج باي. والله. وكل هاي اللحمة طازة. اليوم. والله. عم بأكد الموضوع مش عم شك فيك. لا طازة. و بدي اقول لك شغله. يلا قل لي. اللحم اللي ما باكل منها ما بتذبحها ولا بتطعمك منها. اكيد هيك. واحد او يشتغل بضمير او يشتغل. اكيد هيك. وبتاكلوا نية هون او لا كله كله مشوي؟ عندي مدير بانك فيبلوس من القلاية اسمه كرم. ايه. نحن هلا وين؟ نحن بسوق الخان، هذا اللي خبرتك عنده اللي كنت اجي انا وصغير عليه. هذا سوق الخان اللي بتاكلوا لحمة فيه، اللي بتشوف كل شيء فيه، اللي بيبيعوا فيه مواشي، اللي بيبيعوا فيه خضرة، بيبيعوا فيه كل شيء. هذا غنم كل شقفة دهن بتجنن. فهذا الساعة 10 على بكرة طاولات بنص السوق، كل واحد قاعد، خبز، شوية خضرة، لحمة نية واللحمة المشوية. ميت أهلا وسهلا فيك، تفضلوا كولوا دوق. يا أهلا عزيز الفكرة. شوية ملح، شوية بهار، نعمل لقمة غنية بعد هنيتها. ذكرتني من زمان هيك، كنت صغار كنا بتعرف كثير عالم خبرونا انه كان بيو يجيبوا لهون من هن وصغار تياكلوا لحمة. هيك الدهن فيها اللي بده ياكل هون ما بده يسأل. طيب بالنسبة للكوليسترول، شو هالمكان العظيم؟ هاي تاني مرة بجي لهون وكل مرة بحس عبالي عيش هون. السرايا الشهبية اللي هي لبيت شهاب هلا بخبرنا عنها المير ناطرنا، أكثر من 83 وريد. عيش هون ثلاث أربع حضارات، حجر قديم، هيدا تراث لبنان الغني. مرحبا يا سيدي. هالقلعة بعود تاريخها على 3500 سنة. بالاساس قلعه رومانيه مهبطه. لما اجوا الصليبيين عبادنا لقوا هالقلعه مهبطه، بنوا على انقاضها هالقلعه الصليبيين. اسا الاثار الصليبي تحت هالباحه، في ثلاث طوابق تحت الارض هو رومانيات. كنا ننزل عليهم، هبطت المداخل ما عادش قدرنا ننزلنا. اسا هالبناء كله يلي هون صليبي، ما عدا الطابق الفوقاني شابية سنة 1860 لما صارت المشاكل. ايه انهدم الطابق الفوقاني، رجعوا الشابية بنوه. وخبرتنا انه هيدا المبنى لعائلتكم. للشابية بس المير طلال أرسلان الله يخليك ويخليه، ورث من ورا بيه مير مجيد، امه شابية ومرته الاولى شابية،
ورث المير مجيد من وراء امه من وراء مرته الاولى. يا سيدي كلها لشبيه، كنا 63 عائله بهالقلعه، عائله مش فرد. هالكبار يموتوا، اصغار يفلوا على اوروبا على امريكا على البلاد العربيه الى اخره، وهاللي راحوا لبرا وخلقوا برا ما عاد تعني لهم شيء. هول الاسودي اللي على المدخل هو شعار العائله الشابيه، تعني انه لما بيحكم الشابي بصير في عدل، القوي مقيد ما قادر يفترس الضعيف واللي هو الارنب، تعني حكم المستبد العادل، حكم الامير بشير الشهابي الثاني معروف بحكم المستبد العادل. يا سيدي القلعه كان لها اربع ابراج، كان هون في برج راحوا ثلاثه هدموا العثمانيين ثلاثه بقي برج واحد. مرحبا، قالوا لي بحسبية ما فيك تجي ما تقطع عند بوزة عاصي، خبرني أكثر شو عن بوزة عاصي. احنا حبيبنا صرنا بالمصلحة يمكن أنا صار من سنة 50 وحياة الوالد وجدنا كان بالمصلحة، يعني صرنا قريبين كثير بالمصلحة. بعدين نحن عم نشتغل كل شيء طبيعي، حليب طبيعي، كل المواد الطبيعية، حتى الحامض، الشوكولا، الفريز، الشمام، هسه بندور على روبن جبر. فرقة ثانية ما في؟ فتحين بحسبية كل السنة؟ سيف شتى. شو بدك دوقين الاشياء اللي انتم مختصين فيها؟ انا بدي لك شو عندي، عندي حليب، في عندي لوز، في فستق حلبي، في فريز شوكولا اوريو، في عندي توت شامي، في تشيز كيك حامل، في عندنا شمام، في كراميل، في يا سيدنا نسكافيه بابل. حامض توت وشمام. هيدي البوزة طرية. سكرها خفيف. هذا حامض طبيعي. الحامض طبيعي 100% لأنه حدتها واضحة. التوت مع مسكة جواتها. مسكة مع. وبال. حليب. حليب. نحن مشهورين فيها الحليب والحامض أو دي من قديم الزمان ما كان فيها حليب وحامض بس. إيش بتحس حالك عم تشرب كباية حليب؟ بوزة عاصي قديمة وما كان في غيرها بكل المنطقة على البوزة، كانوا يطلعوا يجيبوا لنا ثلج من جبل الشيخ، يطلعوا على الدواب مجلة أو على البغال، يجيبوا ثلج من جبل الشيخ ويجوا لهون ونشتغل نحن نحط ترميل خشب بعده موجود هون بس مش لسه هون يعني، وترم بنص وترم تنحاس ونحط ثلج وملح دايما دار حتى نشتغل بوزة حليب يعني أو بوزة يعني كانت كثير. أنت بلشت بوزة بحليب؟ ورجع الحليب والليمون بكفي اول اسيه بربطنا بحسبية بتكفي. وصلنا على كنيسة السيدة وتعرفنا على فارس. فارس خبرنا عن كنيسة السيدة بحسبية. كنيسة السيدة بحسبية في ساعة جائبية عمرها فوق 300 سنة. تعمرت على بعد 5 كيلومتر، زقوا الشباب حجارة وقفوا حد بعضهم، شاب يناول شاب الحجار لتعمرها. الكنيسة ترممت بال 2001 أول مرة، بال 2013 ثاني مرة، وهلأ عنا ترميم من الداخل كمان لجوا. الأيقونات بيعودوا ل 1873، وإذا شايف الأيقونة الهضراء نزلت هون رشحة زاد بال 2001 و 2013. مشان هيك اسمها الكنيسة العجائبية. الكنيسة العجائبية بحسبايا، باعتراف الناس كلها، يعني بيكون في احتفال ضخم إجمالا ب 14 آب، وشرفونا أهلا وسهلا فيكم ب 14 شهر، وبنعمل عشاء قروي هون كمان بالكنيسة. وصلنا على أول غداء بنهارنا بحسبية، منتزه فوار حسباني. شرفنا رئيس تكون عم تتغدى معنا اليوم، مبسوط كثير اني زرت حسبية، وعبالي اسمع منك هالمدينة الحلوة شو فيها وتعزم الناس الجديدة. اهلا وسهلا فيكم،
بالعكس نحن نتشرف فيكم، نتشرف انكم تشرفونا على بلدكم حصبية، اللي هي بلد التعايش. حصبية حصبية هي بلد سياحية بامتياز، مثل ما حضرتكم عم تتفضلوا. ندعي الكل يجوا يشرفوا، اهلا وسهلا فيهم. نحن بلد حصبية بترحب فيه بالكل، وبالعكس بتكبر. نحن هون لبنان واحد، كلنا اهل وكلنا بالنهاية أصدقاء. ما اللي بيجمعنا أكثر بكثير من اللي بفرقنا. إجمالاً الميزة اللبنانية هي الترديشنال كوزين. نحن عنا منقدم أشهر الميزات، من المقبلات الباردة للمقبلات السخنة للأوحنية للسمك الحصباني للمشاوي لكل شيء ممكن، للوحات البلدية كل شيء منقدم يعني. يلا رح ناكل ندوق ونكفى برمتنا. انتوا بتدوقوا وبتحكوا مع جميع الخلاف. هنا بحسبية بكفي، واحد ما بيقدر يجي لهون ما يوقف على الحسبانة يتغدى لقمة طيبة بهالمناخ كتير حلو. هي مزبوط ضايعة يمكن شوي بعيد عن بيروت، بس بالقلب كتير قريبة. هي تلت مرة بيجي لهون وأكيد رح أرجع. خبرتكم في مطعم كتير بحصبية، تاني وقفة بمطعم البحصاصة. هذا المطعم جينا عليه بالشتوية وهلأ عن جديد. تقلبي عمال صديقي وبرمني شوي على حصبية. أهلا وسهلا فيك أنتم بحصبية. مرسي. على ضفاف نهر الحصباني، هذا أشهر من أشهر لأنه في لبنان. وأنت بمطعم البحصاصة، كمان البحصاصة اسم عريق جدا بلبنان، بتعرف كل لبنان بزوروا هالمطعم. وهلا بدك تشوف نوعية الأكل وهالشيء اللي مرتب بالأكل. عندهم إيش سبيساليتي وهول طالعين شوي والصحون المزينة حلو. هلا رح نتغدى. قعدة لذيذة، أكل طيب، نهار ثلاثة لأكل عجقة وراي بحصبية مطعم البحصاصة. تغدينا، رح نكفي البرمة، رحين هلا على المزرعة. يا هلا ومرحبا. يا اشتقنا. كيف الصحة؟ ايش الحال؟ ليه؟ شو حلوة القعدة؟ تفضل اهلا وسهلا، اعتبرها الك ملك وكل يوم تعال. يا باطل الحمد. ما في منك. اهلا وسهلا. تعرفنا على بعض السنة الماضية، طعميتني جبنة بتذكرها اليوم وكعك. انت بتاكل جبنة وعملنا لك كعك. وعدتني ترجع ذوقنيها. ولو يا رجل إلكن أهل هون ما في منك بلبنان كله. لا الحقيقة ليك الفضل عن جد بلبنان كله ما في جبنة ولبنة أطيب من لبنة شرق. لا دخلت صار لي بالمصلحة 30 سنة وخلقت عند ناس عندهم. يلا لحظة، أنا مع الأسف إنه ما وجدت محل 100%. في نساء انا شايف حليب اسود مثل هاي الزبل فيه. والله بن اخي بيجيبوا كيس خام وبصفوه. طيب يا ابني ما تحلل، ما الماده تحللت، ما عادش عم شوف بالنظر بس. مش معقول يعني. هاي اهم شيء. لكن مية عيب شيء. هاي اهم شيء. والله لو نقدر، لو في مية لبن بس هو اللي بيخسرون. لعملنا الله بيعلم، بس ما قدرنا يعني. انتوا عم بتجيبوا اول شغله طلبت ارجع فيها على حصبية كرمال شوفك، لانه من سنه تعرفت على هيدي الجبنه. هيدي الجبنه اللي كانت بلشت تدواء، بلشنا بشقفه صغيره مثل هاي وخلصنا الحلقه، خلصنا القالب. تعرفنا على شخص كريم بيشتغل بضمير، عنده أطيب جبنة ولبنة معقول واحد يتخيلها. مش بس هيك، أهم شغلة بعد شوي رح دوقنا الكعكات يلي ما بيعملون إلا للبيت، وهني ما في منهم، ما في أطيب منهم، حرام ما ينبيعوا. وبعده مصر ما يبيعون. شو هالجبنة؟ الجبنة بيضة مثل ما هي، ما فيها ملح، ما فيها طعمة غير طبيعية،
حليب 100%. الله يا هلا يا هلا عن جد انت ملك يا هلا. سلامة خيركم، مش جايين عتقلتنا بس ننبسط، ضيوف كرام واخواننا وتعرفنا عليكم ومنحبكم وتحبوا يعني تجوا هيك عليكم بيجي بقضى نهار معك. مرسي. انا موعود خلص وارد الحر خلص دين عليك بإذن الله. إلي دين شرفت.